الخبر الاول يعد عن قمر مار، واخيرا يا حبايب رجوع حساب الانستغرام بعد ما تهكر. وش الغريبه اللي صارت؟ اول شيء يا حبايب ان هي نزلت هذا الستوري، كانت تقول الحمد لله الحساب رجع. بعد الستوري يا حبايب نزلت ويا عبد الله برغام، كانت هي فرحان انه رجع حساب. راح اعطيكم الستوريات. كيف كان؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله منيحين. طبعا في خبر حلو، حساب قمر رجع واخيرا. تمام، مين في جنبي هلا هون؟ شو صورك؟ حماس، خوف، لا ما بعرف، كثير 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 مبسوطة. وبس يعني استلم الحساب راح انشر ستوريات ويعني احكي لكم كل شيء. تمام يا جماعة، الحساب صار موجود معنا طبعا مع شركة انستغرام يلي هي ساعدتنا لحتى نرجع. اوكي، فان شاء الله قريبا بس امن الحساب وامن السكيورتي فيه راح نسلمها يا لقمر وراح ترجع لكم. لا عاد حدا يبعث لي على الدايره. بالنسبه لثاني شيء يا حبايبي، اللي هي انه شالت الفولو عن انور مار بسبب الانستغرام بعد ما شالت عن زوزي، شالت بحسابي الرئيسي. هذا ياكد انه اكو شيء صاير بيناتهم يا حبايب، ما ادري اكتبوا لنا بالكومنتات شنو رايكم. ننتقل حاليا لمحمد جواني ولما والغنيه سووها جديده ويا بعض، فنزل شويه ستوريات كانت لما تغني. وطبعا المتابعين كلش حبيهم ويا بعض، صار يتوقعون انه علاقات حب بيناتهم يعني. وبنفس الوقت يا حبايب هو نزل هذا البوست اللي كان كاتب بيه، مع اني ما كنت بدي رد لانه ماني فاضي، بس حرد مشان المتابعين. في يوم الجمعه حينزل ديستراك على قناتي محمد جواني، خليكم جاهزين وفجروا البوست تعليقات هاشتاج محمد جواني. بنوضح ان ديستراك راح ينزل على ريدر، وسام تيكت راح ينزل لكم يوم الجمعه على قناه محمد جواني توقع السبت الاربعاء. وبس بالصوره اللي نزلها ويا لما كانت تغني راح احط لكم اياها، اسمعوها وانطربوا. سما ويلي من حب النسوان، والله كله خيان. يا ويلي والله مش ذنب النسوان، ارجع لي الخوان. ردتها بنفس الفيديو شوية. ننتقل حاليا شيرين بيوتي، وللاسف يا حبايب ان اغنيه المفروض كانت تنزل لكم اليوم تاجلت الباكر، فنزل شويه ستوريات. وهذه الستوريات يا حبايب هي كانت تقول ان الاغنيه راح تنزل اليوم، وكانت تطلب من المتابعين ان يروحون لنارين بيوتي ويطلبوا منها ان تنزل الاغنيه اليوم. ولكن بما انه تاخر الوقت يا حبايب نزلت هذا الستوري، كان كاتبه بيه حبايبي امبارح. مثل ما بتعرفوا ان السوشيال ميديا كانت واقفه، ما قدرت تتواصل ويا نارين، فصارت كم شغله صغيره لازم تعدلها على الفيديو كليب. هذا السبب اللي راح اخليها انه تاجل الفيديو كليب بالباكر، راح ينزلكم باكر الفيديو كليب على الساعه 6. فكتبوا يا حبايب الكومنتات قلتوا متحمسين للفيديو كليب شيرين بيوتي باكر. وننتقل حاليا انس واصاله والمقابله الناريه اللي سووها ويا بعض، راح تنزل يا حبايب على قناه واحد اسمه انس بوخشي على الساعه 8 بتوقيت العراق. وانس نزل شويه ستوريات عن فكره المقابله، الصراحه كلش ناريه، واللي هي عباره عن اسئله انس يسالها اصاله واصاله تسال انس، عباره عن اسئله ينطوهم اياه هم ينطوهم اياه، واسئله كلش ناريه عن الطلاق، هل راح يطلقون، هل راح يتزوجون. وبنفس الوقت صاروا يبكون بالمقابله، الصراحه صدمه. اكون راح اعطيكم الستوريات تشوفوها. عندي كانت فكره جديده، انا اليوم بتشوفوني شوي اكثر خلف الكواليس. ليش متوترين نحن؟ اكيد متوترين عشان انتم ما تعرفون الاسئله. اوكي، سؤال انس الاول. اوكي. اوكي، على فكره نحن هلا عم نحكي مثل ما نحن فعلا عم نتخانق او عم نحكي بالبيت. نحن هلا في اكثر حالات الطبيعيه اللي نحن بنكون فيها. No, people are now gonna think I'm the reason we're late. No, she's the reason. No, I'm not. Always. No. Always. Okay. مبالغ. بصراحة برأيك شو هو الشيء اللي بيقدر يكسر علاقتنا وليش؟ What was the moment you realized you loved me? Did anything happen that made you think that you want to end our marriage? I'm gonna cry. بس والله حبايب اكتبوا لكم التاج، قمت متحمسين لهذه المقابله الناريه. وبالختام يا حبايب اتمنى تفجرون هذا المقطع باللايكات، تقدرون التعب. وبس احبكم، كان معكم فهد زي مقاس ملك القصص. وبس احبكم، مع السلامه.